أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بالاتفاق الذي تم بين الأطراف السودانية من أجل انتقال ديمقراطي. جاء ذلك في الجلسة الافتتاحية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف اليوم. وأشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالتغيير السلمي الذي حدث في السودان. وأثنت المفوضة السامية على الحراك السوداني الذي أفضى إلى اتفاق سياسي وإعلان دستوري في 17 أغسطس الماضي لتسهيل عملية الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطي. I commend the parties in Sudan for signing a political agreement and constitutional declaration on the 17th of August to enable a transition towards civilian rule and democracy. This is cause for great celebration. The Constitutional Declaration includes many human rights references, notably the Bill of Rights and its commitment to establish a National Investigation Committee. I also welcome its explicit commitment to facilitate OSCHR's mission to work in Sudan. كما أشادت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بما تضمنته وثيقة الاتفاق بين الأطراف السودانية من إشارات إلى عهود ومواثيق حقوق الإنسان. وأكدت استعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بتقديم المساعدات التقنية والفنية للحكومة الجديدة بما في ذلك الإصلاحات القانونية التي تضمنها الإعلان الدستوري. A representative from our office is in Khartoum, and we hope discussions will advance for a fully mandated OHCHR office in the country. We stand ready to provide technical assistance to the new government, including on the legal reforms outlined in the Constitutional Declaration and transitional justice. الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان التي تنعقد وسط تحديات دولية وملفات بالغة التعقيد بمشاركة عددا من وزراء الخارجية لبعض الدول وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة تستعرض في جدول أعمالها قضايا وملفات هامة مثل قضية ميانمار واليمن والقضية الفلسطينية بجانب قضايا المناخ والهجرة. هذا يؤكد أن السودان استعاد موقعه في الساحة الدولية. طه يوسف حسن، قناة النيل الأزرق، الأمم المتحدة، جنيف.